اليوم انا كان وجد راسي كنتكلف بمهمة صعبة. هذه المهمة الصعبة اللي انني نقدم شهادة في حق الاستاذ عزوز الحوري، لان مسار طويل ما يمكنش تختزله في شهادة، مسار متنوع ما يمكنش تجمعه في دقائق، لكن مهما قلت غادي تبقى شهادتي مجروحة في حق هذا القطب اللي كنعتبره أحد السفراء الحقيقيين في أرض المهجر للفنون المغربية والإبداع المغربي بشكل عام، بحكم أن الرجل اشتغل في الموسيقى على مجموعة ديال الأشكال، مجموعة ديال الأنماط، وهذا هو الفنان الحقيقي. لأنه صحيح في الأخر الفنان كيمشي للتخصص، لكن قبل خاصو على الأقل يطل على كل خابية يتسقى منها وكل ساقية يروى منها، على أساس أنه كيعرف المكونات ديال الموسيقى المغربية. والأستاذ عزوز واحد من المدرسة الكلاسيكية اللي أعطات الشيء الكثير، ورغم المعاناة ورغم العراقيل اللي كنعرفوها كاملين في المجال الفني، إلا أن الأستاذ عزوز الحوري خلى البصمة ديالو مجموعة ديال الأغاني، ويكفي أننا نقولوا سبق له تعامل مع الأب ديال البوريقي اللي هو سي إبراهيم الحسن بن إبراهيم، كذلك الفنانة المتميزة صباح الشنا، فاطمة أمين، وما أدراك ما فاطمة أمين، اللي كنتمنى أنها تعود للساحة، هذا الصوت الجميل والأخلاق ديالها أكثر، فخلى البصمة ديالو، لأنه الآن حان الوقت أننا نفكروا في المبدع المغربي، أنه ما يحش بداك الشيء اللي كان كيحس به زمان، نكرموه وهو باقي بكامل قواه. وأعتقد أنه الأستاذ عزوز الحوري من هذا المنبر ديالكم المتميز، ونادي على أننا نشتغل جميعا من أجل وقف تقدير واعتراف، ويكون تكريم حقيقي، ماشي تكريم ديال ورقة فيها تصويرة رسمية. خاصنا حتى طريقة التكريم ديالنا خاصنا نعيدوا فيها النظر. ويكفي أن منين نبغيو نهضروا على المسار ديال السي عزوز، يكفي أنه تلمد على الباحث والموسيقار أو الموسيقي الأستاذ أحمد عيدون، يكفي أنه تلمد في الملحون على عميد فن الملحون بامتياز اليوم في عصرنا هذا، اللي الرجل اللي جمع كل المدارس الملحونية تجمعات في هذا الرجل اللي هو الحاج أحمد سهوم حفظه الله ويطول عمره ويخليه لنا الله بركة. كذلك درس الموسيقى الأندلسية وعن طريق الشيخ قديرة، وما أدرك ما قديرة في مدينة الرباط، هي عائلة ديال الفنانين، رغم أنهم كيزاولوا مهن أخرى كالإعلام ولكن كيبقاو أنهم عائلة ديال الموسيقيين وديال الفنانين. بالإضافة لهذا اللي ميزوا على مجموعة ديال الممارسين آنذاك، هو دراسته الألوان والفنون التشكيلية. وانت كتعرف سيدي محمد الشاطر، هو انه الفنان كل ما ضاف معلومه في المجال الابداعي الا وكيزكي بها هذاك التخصص اللي عنده. فما شاء الله الان سي عزوز الحوري كيوثق لواحد المجموعه ديال الاشكال، ويكفي انه صدر له كتاب السلطان اللي ترجم بالفرنسيه، أو أستاذ عود كيف عنونه، فهذا كيبين أن الرجل عنده تراكمات، وماذا بنا أننا نمد له يد المساعدة جميعا، إعلاميا على مستوى المعلومة، على مستوى الفن، على مستوى الدعم المادي، لأنه لا يمكن أن الناس تصرف من جيبها على لنشر الثقافة.
يد الله مع الجماعة أن تعاونوا كاملين على أساس أنه ندعموا أمثال هاد الناس، لأنني في الحقيقة كان أعتبرهم سفراء للفن المغربي والثقافة المغربية. باش ما نطولش، هو ما يقال على الأستاذ عزوز الحوري هو كثير جدا، لكن كيبقى غادي نختم هاد الشهادة لأنها مجروحة كيف سبق لي قلت، وغادي نوقف وقف التقدير واحترام الأستاذ عزوز الحوري على كل ما قدم وعلى كل ما باقي كيقوم به. وشكرا لكم أنتم إذاعة راديو أرابيل على دعمكم والتفكير في هاد الطينة اللي من كامشة الآن على نفسها وشد عليها الباب، لأن ما بقى يدق عليها حد. فمدى بنا أن الإعلام يخرج لنا هذه الأسماء الفنانين الحقيقيين، لأننا نحن في حاجة إليهم، وعلى الأقل نحن في حاجة ما اللي خزنته ذاكرتهم على مستوى الفنون. باش تلقى واحد درس على أحمد عيدون وعلى قديرة في الأندلسي وعلى سوهم، راه ما كاينينش منه بزاف. هذه راه جامعة ديال الموسيقى تكون فيها الرجل، وأكيد أننا عندنا أمثاله ولكن قلال، وخاصنا نخرجهم اعلاميا. شكرا سيدي شاطير، شكرا لاذاعتكم والمنبر الاعلامي المتميز اللي كنفتخروا به على هذا التكريم وعلى هذه الالتفاته الجميله في حق الاستاذ عزوز الحوري. شكرا لك اخي عزوز الحوري على كل ما قدمتيه، ونحن ننتظر منك دائما الجديد والابداع، ولا تنسى اننا نفتخر بك. شكرا لكم جميعا، تحياتي.